تقول السائلة تشعر بضيق أحيانا في صدرها في المساء وتكون قلقة جدا، وأحيانا تخرج عن طورها فتنطق بكلمات كفرية ثم تتراجع وتعرف أن ذلك الأمر حرام، وهذا يجعلها أحيانا لا تصلي، فبماذا توجهونها؟ هذه عندها مرض نفسي، عندها مرض نفسي، عليها بالإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن والأوراد الصباحية والمسائية، ويشفيها الله سبحانه وتعالى. عليها بالرقية الشرعية، أن يرقيها أو ترقي نفسها، يرقيها من يحسن الرقية الشرعية أو ترقي نفسها بذلك، والله سبحانه وتعالى قريب مجيب. تكثر من الدعاء ويذهب عنها، ولا يجوز لها ترك الصلاة، الصلاة تصليها، لابد تصليها، ولا يجوز لها ترك الصلاة. فإذا أصابها شيء أرهقها وتركت الصلاة، إذا ذهب عنها تقضي الصلاة التي تركتها. نعم.